السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم. اليوم غادي نبدا واحد الفلوج جديد، انطلاقه من مدينه مكناس لاتجاه مدينه طنجه. ان شاء الله خصكم تبقاو معنا في هذا الفلوج، هذا غادي يكون فلوج ناضي، تبعوا معنا من الاول حتى الاخر. والحرارة اخويا، حرارة نشوف هادشي ديال الله سبحانه وتعالى، الحرارة هادي كاملة. ومازال حنا فين غاديين دابا؟ حنا فين؟ قولي فين غاديين اخويا، قولي فين غاديين؟ غادي نتبردو. مع تلقوا الكليما، خصنا غير كيف تلقوا الكليما. بزاف دوزنا جهنم، دوزنا جهنم في الترن. دابا ما تخليش هاد السنة، شوف لك واحد الحياة. هذا القطار سبحان الله، قطار اصغر من هو. دابا حنا في قطار الحياة، ولا بداية ما يعني انطلاقة من مكناس. ان شاء الله دابا سمعت الختيمة ديالنا ان شاء الله راه في طنجة، طول عمرنا ان شاء الله جنة جنة ان شاء الله. بعد مرور 4 ساعات من السفر، الحمد لله، واخا يعني داز صراحة صعيبة مع الحرارة مرتفعة، وقال الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير. حنا دابا الآن كنتواجدوا في مطار ياك، مطار هذا ياك؟ اه مطار، مطار محمد السادس، محمد السادس. ودابا ان شاء الله الوجهه ديالنا فين غادي نمشيو دابا؟ ان شاء الله الوجهه غادي نمشيو نتغداو، بعدا نمشيو نتغداو من بعد عاوتاني غادي نمشيو لواحد المنطقه زوينه. بقاو معنا. السلام عليكم الشباب، من بعد ما وصلنا لمدينه طنجه صرفنا السي فريد من اطيب خلق الله، صايبنا هذا الطاجين، هذا طاجين رائع، فيه بطاطا مطيشه فلفله واللحمه. بقاو معنا حتى يوجد الطاجين. صباح الخير عليكم، سمحوا لي البارح كلينا الطاجين نعسنا حنا كاو، كنت نوريكم الطاجين تاع ليلى يلاه دعيا العياد الصفر. دابا الصباح هذا فقنا كري، شنو سميتها؟ والله شرينا شي بان، شرينا داكشي شي زوين على قد الحال. المهم ممكن حتى تشوفوا معنا السي معاذ، السي فارس، اليوم تضربوا في البان. تحية تحية. دابا كنتسناو سيباري حليب قهوة. تبارك الله عليكم، بقاو معنا بقاو معنا. هذا البحر كيتسمى بحر ديال الأشقى. هذيك بسباتك. دابا حنايا كنتواجدوا أمام البحر الأبيض، البحر الأطلنطي. الأطلنطي. بحرية غابوية. بحر غابة. بحر غابة. مشغولة. صراحة أنا منظر رائع. منطقة رائعة سميتها كامب سبارتان، منطقة زوينة بزاف بزاف. هانتوما كتشوفو والله منطقة رائعة، هانتوما كتشوفو منطقة جبلية. هذا شي تسمى متحف ياك؟ متحف؟ لا هذه منارة قديمة، ولكن دابا عملوا لها واحد الإصلاحات ورجعوها متحف. هو متحف صغير بزاف. يعني كتنصحي الشباب والناس يجيو يكتشفوا هذا المتحف؟ مرحبا بكم. وهذيك طبيعة الحال تما كافي كيجلسوا الناس، هذيك اللي لهيه تما كاين لتحت، يعني كاين واحد الواجهه زوينه كيشوفوا حتى الجبال ديال اسبانيا كيبانوا لهيه. اسبانيا كتبان ضروري، اللي بغى يشوف اسبانيا يجي لهنا يشوفها بلا ما يمشي لها كاع. محتاش يشوفها. ومازالين شي مناطق اخرى نكتشفوهم؟ ضروري. المهم بقاو معنا، مازال غادي يشوفوا مناطق اخرى، ما تزقيوش. كنتواجدوا امام مغاره هرقل. هاد البلاصه هذيك كما قالت الاستاذه الكريمه، بان هاد المنطقه، هاد البلاصه اللي كتشوفوا قدامكم، كانوا كيديروا الشوا ديال الحوت ياك، طواجان، ولكن حيدوها ما بقاش هادشي. هذا هادو ولات خايبه اصلا، اللي حيدوها يعني قالوا لك بان كانت قبل كانت زوينه اكثر من دابا، داروا فيها شي اصلاحات، ولكن الاصلاحات يعني غير مناسبه للمواطن المغربي
السائح غير نورمالمون داك الشيء كان كيجيب الناس. هانتوما كتشوفوا هي الدخله ديال المغاره هي كتشوفوا معايا. ايوا بقاو معايا غادي نمشيو ندخلوا المغاره ونعرفكم المناظر اللي كاينه لداخل. دابا حنايا في الدخله ديال المغاره، هذا هو البيت فاش كنتواجدوا. مازالين غادي نزيدوا لقدام غادي نشوفوا مناظر اخرى. صراحة يعني تذكرة بعشرة دراهم للمغاربة، المغاربة 10 دراهم، الأطفال 5 دراهم، الأجانب 60 دراهم. المهم فاش كنوا جايين بانوا مغاربة، متبانش راسي عيقو. تما داكشي صراحة رائع. هنايا كتشوفوا شوفوا البنية ديال المغارة كيفاش دايرة، صراحة منظر رائع جدا. كنصحكم تجيو تشوفوا هاد الأجواء. هذه كتسمى لاناب فرياتيك، الرداء الفرشه المائيه. دابا حنايا كنتواجدوا بالفرشه المائيه، كنتواجدوا بواحد البوابه، سبحان الله بوابه طبيعيه ربانيه من عند الله سبحانه وتعالى. هي كتشبه القاره الافريقيه، ها انتما كيفاش كتشوفوا سبحان الله كتشبه القاره الافريقيه. تقول بحال حنا كنتواجدوا هنا، هنا كنتواجدوا حنايا سبحان الله. شوفوا هاد شوف السقف ديال المغاره كيفاش كتشوفوا، يعني سبحان الله، يعني هاد الشكل اللي كنشوفوا سبحان الله تشكل من 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 الماء، يعني بالسرعه ديال الماء هي اللي شكلات هاد لي بور اللي كاينين هنا كنشوفوا في السقف. صراحه جو رائع. هنا كنشوفوا لي الهي، كنشوفوا لي كنشوفوا لي ستالاكتيت ولي ستالاغميت. لي ستالاغميت من الاسفل ولي ستالاكتيت من الاعلى. راجعين بحالنا، الرحله ما كملتش لظروف خاصه، كنا عوالين نزيدو نتسالاو شويه. شو مرزوقه دابا غادي نمشيو ان شاء الله للمرزوقه، ومن بعد مرزوقه غادي نمشيو ان شاء الله فين؟ العيون. العيون لا طنطا، هي هذيك طنطا العيون ان شاء الله. المهم مازال الفلوق الثاني ان شاء الله، كونوا معنا في الموعد. واو بصحتنا وبصحتكم المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.